국경에 축하합니다. الفرق الكورية ممكن مسلسلات كورية. I cannot live without spicy food. سعادة السفير الكوري والجالية الكورية هنا المقيمين في مملكة البحرين والجمهورية الكورية في هذه المناسبة، وأيضا للعلم احنا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى سوف نناقش اتفاقية جوية بين البلدين، فالخدمات الجوية بين البلدين، فطبعا هل هذه الاتفاقية جات في الوقت المناسب؟ أول شيء بخطر على بالي أصلا أنا من قبل هالمرة نحن رحنا على كوريا من كم سنة الله يرحمه، كان أيام الشيخ خليفة ورحنا وكانت البلد كتير حلو وشعبها بجنن، وشو بدي أقول لي كان كل شيء يعني مميز عن غير بلاد. نحن تفاجأنا، نحن كنا مجموعة كبيرة من سيدات الأعمال رحنا وكتير انبهرنا فيها. الفرق الكورية ممكن مسلسلات كورية، يعني أنا زرتها أصلا كوريا، ممكن الدشز الكوري أو الكوزين الكوري. أول شيء يجي في البال طبعاً المسلسلات الكورية المدبلجة، وأيضاً أتذكر الممثل الكوري اللي هو أظن كوري أردني اسمه هوان هو، فهو مثل مع الممثلة الكويتية القديرة سعاد عبد الله في مسلسل رمضاني بامبو، فدايما أتذكره يعني بصراحة. There has to be Korean food. I'm a big foodie and especially spicy food. I cannot live without spicy food. And when it comes to spicy food, Korean food is amazing. And I love to cook. So whatever that has different spices, I love it.